أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية عن وقوع زلزال شمال البلاد يوم الثلاثاء 28 من الشهر الجاري، وذلك بقوة سجلت 6.1 درجة على مقياس ريختر. وكان مركز الزلزال شمال منطقة أوموري، وذلك على عمق 20 كيلومترا، ووصل الإحساس بها إلى جزيرة هوكايدو، لكن مصلحة الأرصاد لم تعطي أي تحذير للسكان من خطر وقوع تسونامي. من ناحيتها، أشارت قناة NHK الرسمية إلى أن الزلزال بلغ 6.2 درجات، وذلك بحسب معهد الجيولوجيا الأمريكي، ولكنه لا يشكل خطراً لحدوث تسونامي، كما إنه لم يتم تسجيل وقوع ضحايا أو أضرار تذكر حتى اللحظة. وللعلم أكثر، فإن اليابان تعتبر من أكثر مناطق العالم حدوثاً للزلازل والهزات الأرضية، لأنها تقع على ما يسمى حزام النار الممتد من شرق آسيا حتى حوض المحيط الهادئ. ولهذا فإن البلاد تستخدم معايير هندسية عالية الجودة لتصميم الأبنية، بما يجعلها آمنة ومقاومة للزلازل والكوارث الطبيعية. بينما ربط العديد من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي بين الزلزال الجديد وما نشره العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوجربتس مؤخراً، والذي حذر من وقوع زلزال قوي ما بين 6 إلى 7 درجات على مقياس ريختر خلال هذه الأيام، حيث أشار إلى أن اصطفاف الكواكب نهاية الشهر الحالي ينذر بحدوث زلزال قوي بين يومي 27 و 28 من الشهر. وذلك في تغريدة على موقع تويتر شاركها من صفحة المنظمة التي يتبعها SSJO، كما أشار إلى اقتران كوكبي عطارد والمشتري مع الأرض، بما يؤدي إلى حدوث زلزال قوي أيضا في الأيام المقبلة، وخصوصا يومي 29 و 30 من الشهر. ومن المؤكد أن هذا الأمر سوف يزيد من حالة الجدل الكبيرة في الأساس حول تنبؤات فرانك هوجربتس، وخصوصا أنه تعرض لحملة انتقادات حادة بداية هذا الشهر بعد أن قال بأن الأسبوع الأول منه سوف يشهد زلزالا قويا، ولكنه لم يحدث. وبين الفينة والأخرى يظهر عالم زلازل أو جيولوجيا جديد ليهاجم العالم الهولندي، على اعتبار أن المنتقدين يقولون أن توقع حدوث الزلازل غير ممكن علميا، ولا إثبات على صحة ارتباطها باصطفاف الكواكب أو بالهندسة الكوكبية كما يسميها هوجربتس، وأن ما تحقق من توقعاته يرجع إلى الصدفة لا أكثر، خصوصا أنه لا يحدد مكانا واحدا وإنما أماكن كثيرة معروفة بالنشاطات الزلزالية. هل تعتقد بأن زلزال اليابان مرتبط بتوقع فرانك أم لا؟